استمتع مع نجوم العرض على الشدر والقدع والرب الفرد في وعدها والصفوف اشعلت ميدانها الفرد في وعدها والصفوف اشعلت ميدانها الساحة واهلها من طبعهم دايما متميزين اعتنوا بالفنون وكل موروث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة الساحة الفضائية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نجوم العرضة. يشاركني في تقديم هذه الحلقة الأستاذ ظافر الشهراني. باسمي واسمكم نرحب بضيوف حلقتنا لهذه الليلة، الشاعر الكبير صالح بن عزيز القرني. السلام. أرحب وسعد. السلام. الله شرفنا الله يحييك. شرف مقدارك والسامع. الشاعر المبدع سعيد الأحمري. أرحب يا الله. الله يبقيك يطول عمرك أخوي عمير. طول عمرك. شرفتونا بهذه الحلقه. سلام الله. نرحب بكم مجددا يا شعراء. الله يحييكم ونتمنى حلقه مثيره بتواجدكم باذن الله. شكرا لك ابو سعد. هل سعد. انت راضي عن مستوى العرضه في وقتنا الحالي بدون اي مجامله يا ابو سعد؟ والله يا عزيزي ان قلت انا راضي فالعرضه تعتبر الان يعني في اوج توهجها، يعني في وجود الاعلام ووجود الشعراء المثقفين وكذا، ولكن فيه جوانب سلبية كثير يعني في مع الطفرة الإعلامية ومع تواجد كثرة الشعراء وكذا، هذه تبقى سلبية. يعني وش السلبية أبو سعد؟ يعني كثرة المتجاوزين على شعر العرضة. يعني قصدك شعراء يعني؟ يعني فيه شعراء وفي جمهور أساءوا، وفيه بعض القنوات ليس لديها يعني فلترة للحفلات الشعبية، لانه الموروث الشعبي هو يعني موروث من الماضي ويجب ان يكون على وضعه الماضي والطبيعي. صار فيها لخبطه وصار فيها نقل الغث والسمين، وهذه امور تسيء للموروث. اي مجبوره. ابو اخوي سعيد تفضل. مقومات نجاح العرضه. العرضه تقوم على امور هي الاساسيه لنجاحها، اذا فقد منها شيء اخل فيها. أنت تقصد كحفلات يعني؟ حفلات نعم. نتكلم عن عرضة. والله شوف يعني نجاح الحفلات ونجاح العرضة بصفة عامة إن شاء الله أنها ناجحة ووضعها ماخذة وضعها جيدا في الساحة. العرضة حنا نعرف وأنتم تعرفون جميعا أنها من أصعب أنواع الشعر، هذا شيء مفروغ منه. بالنسبة للمقومات يعني أنا أقول لك أكيد الشعار هم ركيزة أساسية في نجاح الموروث ونجاح الحفلات بصفة عامة. ممتاز. ما فيها كلام. الجمهور كذلك جمهور متذوق واللي ذائقته مرتفعة أيضا. يعني في مقومات في الحفل نفسه إذا توفرت كذلك، يعني عندنا حنا نعرف عندنا زير وصفوف وشعار وحتى أحيانا الصوتيات، الأمور البسيطة هذه ممكن تنجح الحفلة أو يكون يطلع حفل فاشل، وهي شغلات يمكن بسيطة جدا. صاحب الحفل على عبء كبير إذا أراد أنه ينجح حفلة راح ينجح حفلة، راح يرتب الأمور حتى بين الشعار. في مقومات واجد هذه من ضمنها. ممتاز ممتاز. الإعلام يا أبو سعد خدم الموروث؟ أكيد الإعلام الآن السنوات الأخيرة خدم الموروثات بشكل عام حقيقة. يعني أتكلم عن شعر العرضة، فيه إعلام مخصص لها خدمها؟ فيه، في قنوات خدمت الشعر الجنوبي وخدمت الموروث الجنوبي، كل القنوات الشعبية ساهمت في خدمة الموروث الشعبي. وقلت لك انا دائما ارى اي 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 تطور في الموروث الشعبي انه له جوانب سلبيه وله جوانب ايجابيه، اما من ناحيه الخدمه فهو خدم. الاعلام خدم الموروث الشعبي. قدم بالصوره الصحيحه يعني يا ابو سعد؟ يعني انا اقول لك انه قدموا بالوضع الحالي، يعني قدموا بالوضع يعني بسلبياته وايجابياته، واحنا نطمع انه يكون يقدم بالايجابيه فقط، ولن يتم هذا الا بمنتجه ومختصين في هذا الجانب واهتمام. اما ياتي صاحب القناه ويسجل حفل وينقله كما هو فمعناته نقل ايجابياته وسلبياته. ابو مسفر تفضل. ندخل في الساخن.
راح خذ راحتك. ما هو سبب ابتعادك عن الشاعر بندر الأحمري في الآونة الأخيرة؟ ابتعاد كعلاقة شخصية أو في الحفلات ولا العلاقة الشخصية؟ إلى الجمهور الحين يمكن يفسرون السؤال على لا العلاقة الشخصية ما ندخل فيها. حنا نتحدث عن حضوركم في الحفلات. ما أبد كان لكم حضور قوي في الوقت الحالي ما عندكم. لا زال أبو فيصل هو يعني قبل ما يكون زميل في الحفلات فهو أخ وابن عم ويعني من جماعتي. فأبو فيصل الله يمسيه بالخير، هذه فرصة أني مسيه أبو فيصل بالخير. وأبد تواصل موجود، وحتى لو أجيب جدول أو جدولي في الصيفية القادمة يمكن تحصل نص الحفلات أنا وبندر مع بعض، ما في أي إشكالية أبد. أبو سعد قبل أيام سمعنا من أبو سعد قصيدة المتربعين على عرش العرضة 12 شعر العرضة على شعر العرضة تشكيلة منتخب هذه. أيوة فحنا نبغى لماذا حدد هذا العدد ومن هم في نظرة وكيف قيمتهم يا أبو؟ حلو أنك قلت كيف قيمتهم. أنا قيمت حسب نظرتي أنا وحسب يعني معرفتي في هذا المجال وحسب احتكاكي بالأسماء هذه، سواء كانوا من الجيل اللي أنا فيها أو من الجيل اللي بعدي، لأنه الجيل اللي سبقونا ما تطرقتهم يعني ولا لحق يعني أني أقيمهم أبدا، لأنهم أخذوا مجالهم وإحنا من تلاميذهم يعني. لكن أنا كنت أتكلم عن جيلي ومن بعدي يعني أخترت 12 اسم ووضعت عليهم قصيدة، ولا يعني أن البقية ليسوا شعراء، هذه حقيقة يعني. لكن قلت لك اللي يعني في الواجهة أنه ممكن يعني تطلع بـ 12 يملكون مقومات شعر العرض. زين أنت مؤهل لتقييمهم يا أبو سعد اللي من جيلك و... أي نعم أنا أرى يعني أحكم حسب معرفتي يعني واحتمال أنه أنا يعني الاحتمال الصح والخطأ يعني. نعم. ممكن صالح بن عزيز من ضمنهم 12؟ لا أنا ما أقيم نفسي. أنا قلت القصيدة وتركت الباقي للجمهور، لأنه الجمهور الآن يبدأ يفكر منهم 12، وتجد الجمهور منهم من يؤيدني ومنهم من يخالفني. أشوف حصرهم يا أبو سعد وأنت أعرف مني، ولكن إحنا كجمهور حصر 12 شاعر شعر الأرض من جيلك ومن بعدك طول عمرك أكثر من كذا. أنا قلت لك اللي مبدعين حنا اللي نعرفهم طبعا. أنا أقول لك يعني اللي ما تطرقت لهم لا يعني أنهم ليسوا شعراء، لكن أنا أتكلم عن الشاعر الذي يعني يملك جميع الأدوات، لأنه شاعر العرضة في شاعر عرضة يجيد البدع، وفي شاعر عرضة يجيد الصوت، وفي شاعر عرضة يجيدها كلها، وفي يعني أنا قاعد أتكلم عن الشاعر الذي يملك جميع الأدوات. أبو سعد 12 اللي ذكرتهم هذولا أنت تقول ما هم من الجيل اللي قبلك؟ لا اللي سبقونا هذولا ما لي حق أقيمهم، منهم من باقي على الساحة ومنهم من ذهب. من هم الجيل اللي قبلك أسماءهم منهم؟ والله فيه اللي سبقوني كثير أسماء يعني، خليني أبدأ بالوالد سعد بن عزيز ومحمد بن ثائب بن مصلح الغويت، الأعمى رحمة الله عليه، حوقان بن طوير، اللي سبقونا أنا لا أملك أني أقيمهم. حلو يعني أنا أتكلم عن جيلي وعن من بعدي، هذولا اللي لازالوا متواجدين يعني لازالوا متواجدين الساحة. أما اللي سبقوني فأنا أي شاعر أكبر مني بيوم ما لي حق أني أتكلم أقيمه أو أقول أنا أفضل منه أو في أفضل. طيب أنت من جيل الشباب ولا من جيل الشباب؟ أنا من الجيل موجود الآن. طيب الأسماء اللي ذكرتها موجودين في الساحة؟ لا موجودين. اللي سبقوني لا أتطرق لهم أبدا، ولا يعنيهم قصيدتي ما تعنيهم بأي شيء، لهم التقدير والإحترام منهم من باقي ومنهم من اعتزل ومنهم من توفى الله سبحانه وتعالى، وهذولا لهم تجربتهم ولهم مجالهم له. لكن اللي موجودين معنا الآن اللي من جيلي أنا وجاي أنا أتكلم عنهم. طيب ممكن تذكرنا البيت يا أبو سعد فضلا وليس يعني فن شعر الشجر. أيوة ابن عزيز يقول عرش الشعر عرش 12 شعر، فن شعر الشجر عرشه لو عشق شاعر يهمش 10، لو نرشح ما ترشح كل من شيعر وشيقرا. سلام. يعني أنا قاعد أتكلم عن يعني الشاعر اللي يمتلك الأدوات. وصلت الفكرة. بيض الله وجهك أبو سعد. طيب أبو سعد يعني جاك انتقادات من زملائك شباب أكيد يعني على هذه الأكسيدة ولا لا؟ والله شوف ولكن هي وجهة نظر صالح بن عزيز. ما أحد انتقدني، ما أذكر أحد قال لي والله أنت غلطان أو كذا. بيض الله وجهك. لكن بالعكس يعني
صار حديث يعني صار حديث منهم العشرة منهم الاثنى عشر. ومن الأهداف اللي أنا بنيت القصيدة عليها أنها تحدث في الساحة نقاش. حلو هذا هو. بو ريما تفضل. بما أنكم أنتم شعراء الجيل الجديد على الساحة، يمكن بو سعد ما أدري هو صنف نفسه الحين مع الجيلين مخضرم أبو سعد. نعم، هل ترى لكم دور في تطوير شعر العرضة ونقله بصورة صحيحة للمجتمع؟ والله عاد هذه ممكن تطرح الكلام ذا للجمهور، هو اللي يقيم، احنا ما بنقيم انفسنا وصعب. لا احنا ما نقيمكم، احنا غيرنا في الساحة وطورنا فيها، هذا موروث، شيء ارث قديم طال عمرك اصلا. حتى احيانا التغيير فيه هذا خدش فيه، اذا في تغيير بعض التغيير اللي في غير محله. يعني احنا ما نتكلم في التغيير، يعني تطوير، يعني كنقله نقله نوعيه يعني. والله يعني خلاص شعر العرضة ألمه وما تغير فيه شيء. والله انت يعني انتم ما سويتوا شيء يا شباب، انت جبتوا شيء جديد. انت تقول الكلام ذا بناء على رايك ولا راي الجمهور ولا الجمهور؟ عشان اعرف الجمهور. انا احد الجمهور، ما في شيء تغير. يعني شي جيل تغير. الشيبان وجيل الشباب، احنا نقولها جيل واحد، لكن انتم سويتوا شيء جديد. موروث، شوف انا اقول لك موروث، يعني مفرداته والبدع والشجر والفرش والمسيرات والقوارع، هذه شيء طال عمرك يتوارثون الأجيال من قبل 300 و400 سنة إلى وقتك. أكيد لازم يكون فيه تطوير. تطوير إيش؟ إيش قصدك؟ في المفردات مثلاً، في تركيب الأبيات. المفردات يعني قصدك فروش جديدة وأبيات زي كذا. في يعني. موجود والشباب مجتهدين. أنا بحكم إني واحد من الجيل الشباب، إحنا مجتهدين وفي نفس الوقت نبتعد. والله أحيانا أنا من الناس اللي أتكلم عن نفسي أبتعد أحيانا حتى عن بعض الفروش الجديدة واللي فيها عسف وفيها أشياء ما تنفك زي الشفرات، يعني هذا ما يعتبر تطوير، هذا والله أني أعتبره إساءة وخدش. بو سعد سم، الشباب طوروا شيء في الساحة، جابوا شيء جديد ولا زي ما هو؟ والله شوف يا عزيزي، الشاعر تعرفه من يوم يمسك الميكروفون ويلقي البيت. حلو. ليس يعني ليس المهم أنك تجيب مفردة جديدة، يعني هناك من يعني تربعوا على عرش شعبية شعر العرضة وهم ليسوا متعلمين. يعني الشاعر الموهوب في الغالب يجذبك بكلماته تراكيبه. متواجدين ابو سعد؟ متواجدين من الشباب؟ فيه من الشباب. سعيد منهم؟ ان شاء الله انهم سعيد. انا يعني اعتبره من الشعراء الشباب اللي نفتخر فيهم، واتمنى يعني انه الشباب كلهم تزود ابو سعد صراحه. يعني شاعر موهوب، وترى لعلمك يعني الا الشاعر لما يكون في بدايه مراحل العمر وكذا ينقص اشياء كثيره حتى يوصل لل يعني الجمهور بشكل عام يعني. لكن سعيد شاعر موهوب ومن الشعراء المحسوبين، وهو الحقيقة شهادتي فيه مجروحة. عليك زود يا أبو سعد، الله يطول عمرك. أنا بمدح أبو سعد الحين، مدحني لازم يرد. أنا بدع ورد. أنا لا بدع. إن شاء الله أنكم ما تقول في نقطة يعني عند الحديث عند أبو سعد، ما هو والله الشيء بالشيء يذكر، وهذه شهادة لله، يعني ما هي إني أكسب يا أبو سعد ولا، لكن اللي يعرف بداياتي يعرف الشيء ذا. أبو سعد له فضل يعني بعد الله سبحانه وتعالى على الشعر، شعر العرض بصفة عام. وأنا أتكلم شخصيا يعني بداية ظهوري في الحفلات صادمت أول شاعر يمكن صادمته أبو سعد، ولا هي يمكن مرتين أو ثلاث مرات، وعاد تحملني على تهوري يعني في البدايات، وكان يجاريني وكذا. فهذه من الأشياء اللي تحسب لأبو سعد، أنه كان إيش، كان يعطينا مجال أن نتحاور معه وناخذ ونعطي. هذه من الأشياء الطيبة اللي من الواجب يقولها أنا شخصياً مع من جهة أبو سعد. جزاك الله خير. الله طيب أبو سعد سم، المعنى تشوف أنه اختفى في الأيام هذه؟ صار أحيانا نشوف رصد بيوت وراء بعض طال عمرك بس بدون معنى. والله شوف، شعر العرضة هو شعر شجر، يعني إحنا في السنوات الأخيرة أدخلنا المعاني، يعني واللي سبقونا برضو كانوا يلمسون المعاني بشكل خفيف جدا يعني، لكن ما كانت شعر العرضة ما كان فتل ونقض زي ما نسوي الآن، بالإضافة إلى الشجر وغزر الأبيات وطول النفس يعني الآن صار ضروري المعنى. شعر العرضة صار قصيدة، لأنه في الماضي كانت قصيدة العرضة تحمل معنى مستقل، يعني يا تتكلم عن تاريخ قبيلة أو تتكلم عن أمجاد الدولة أو تتكلم عن قضية معينة معنى مستقل يعني. لكن الآن صرنا يعني نضع في البدع قصيدة من 5 من 6 إلى 10 أبيات إلى 12 إلى أكثر، فيها الشجر وفيها المعنى وفيها النقض وفيها، يعني هذه إحنا عملنا جهد على جهد،
وانا اقول انه شاعر العرضه ما هو ملزم بانه هذا كله معنى ونقض وفتل، ما هو ملزم لانه هو فن، فن شقر. بعض الشعراء يا ابو سعد كلامك يحرص على التوجيه ويجيب بيوت ركيكه او بيوت غير مفهومه، صالح من يرد بعدها ويشكر. ليس كل الشعراء، انا اقول لك انه الاساس في شعر العرضه هو التوجيه ثم الرد، ولكن لابد ما يقول على حساب احد يعني. لا، لازم التوجيه يكون فرش ناطق، قصيده تحمل روح تحمل معنى، اما ترصف لي كلام عشان اللي يرد يحصل رد فمعناته انك انت هضمت حق نفسك انت عشان تخدم الاخرين، وهذه كثيره موجوده في الساحه. ممتاز. عند ابو مسفر. طيب ابو مسفر، مكاتب التنسيق تعاملت معها ايش ترى؟ هل لها لو فعلت تماما من قبل الشعراء واصحاب الحفلات هل تكون ناجحه مثل ما سووا لها القلطه؟ والله شوف، بالنسبه للقلطه يعني مكاتب الحفلات قديمة عندهم، يمكن من 40 و50 سنة، حنا نعرف في مكاتب مشهورة على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج، فشعار قلطة صار خلاص تعاملهم مع أصحاب المكاتب. حنا بالنسبة عندنا في شعر العرضة يمكن ما في مكتب تقول أو في مكاتب يعني يشار لها بالبنان أنها فعلا يعني صاحب الحفل يعرف أنه إذا يبغى ينسق حفله يروح صاحب المكتب الفلاني، هاي ما موجودة عندنا. عشان تدخلها في مجال العرضة الجنوبية يبغى لك وقت حتى ان يستوعبها اول شيء اصحاب الحفلات، وحتى ان برضه الشعراء انهم يحاولون انهم يدخلون في جو المكاتب. بس اتوقع ابو مسفر موجوده، ولكن ممكن الشاعر هو يلتمس الاذى طال عمرك خروج من هذه، لان فيها بيكون فيها ترتيبات، بيكون فيها شروط على المكتب على الشاعر لما يرتبط معه. شوف، ظروف الشاعر ما يعرفها الا هو نفسه الشاعر، صاحب المكتب ما يعرف الشاعر ايش عنده، مثلا 5 أيام زي الصيفيه يجي عندك شهرين مثلاً 50 حفلة أو 40 أو عرفت، فأحياناً صاحب المكتب ما يعرف عن ظروف الشاعر في الأيام. الشاعر هو يعرف وضعه ويعرف ظروفه بالضبط في الأيام، في أيام معينة 5 أيام 6 أيام 7 أيام ممكن يكون معك الشاعر في 4 5 حفلات وراء بعض، لكن لابد ما يجي له ظرف أو شيء يمنعه أنه يكمل مثلاً مع صاحب المكتب. هذه إذا كان الحفلات كلها عن طريق المكتب، فلازم أصحاب الحفلات أنهم يتعاونوا مع أصحاب المكتب، أو أنا كشاعر أن يقول والله روحوا المكتب الفلاني. عرفت؟ بس حقيقة ما في مكتب عندنا في شعر العرضة يعني تقول مكتب بالفعل، يعني زي مكاتب شعر القلطة، مكتب أصبح يعني يروح له الشاعر وينسق جدوله وحفلاته كلها عن طريق المكتب. لو وجد إذا ما دام تقول في مكاتب، بس ما يمكن ما تعاملت معها، بس ما هي زي مكاتب شعر القلطة وحفلات القلطة، حفلاتنا عن طريق أصحاب الحفلات متعاونين، شعراء القلطة متعاونين ويروحون المكتب. متعاون مكاتب الحفلات مثل مكاتب العقار، حنا إذا حصلنا راعي المكتب يحصل دلالة طال عمرك، وأنا بأخذ صلاح مجال بالعكس. لا لا بالعكس، إذا موجودة ومكاتب يعني يثق فيها بالعكس، أنا من أول الناس اللي مستعد إني أتعامل معها. أنا ما قد تعاملت مع مكاتب. يا سلام. نهاية أبو سعد، كنا نتطرق لموضوع المكاتب، لو طلب منك انك توقع عقد رسمي مع مكتب بتوافق انك توقع العقد؟ طبعا بيكون بينكم شروط واكيد طبعا، هل انت بتوقع؟ لا، ما اعتقد اني اوقع، لانه وضعنا في المنطقه الجنوبيه يختلف. يعني انا مستعد اتعاون مع المكتب، لانه المكتب بيضمن حقي وكذلك هو المكتب يستفيد، لكن فيها احيانا تعرف علاقاتنا بقبائلنا وباصدقائنا وبارحامنا وبانسابنا، ما نستطيع يعني الآن لو يكلمك واحد من أي قبيلة وأنت شاعر صعب إنك تقول روح المكتب. ما فيها شيء أبو. هذه ثقافة. يشوفون فيها. ما أيوه يشوفونها صعب، لكن في حفلات كثيرة ممكن تكون عن طريق المكتب، ليش لا؟ ممكن أتعاون مع المكتب في حدود يعني إنه أنا مثلاً أيامي اللي أنا ماني محرج فيها أتعاون. طيب المكتب ما تحس إنه بيضمن حقك؟ بيرتب جدولك. يعني صحيح، لكن انا ما اضمن للمكتب ان يكون في اليوم الفلاني موجود. انت تحط شروط، لانه انا صعب. اي ممكن تحط شروط تقول انا شو الحفلات اللي عند قبيلتي او زي كذا. ممكن هذا شيء بكل سرور. طيب يا ابو سعد، انت اسم كبير وعلم، جزاك الله خير، في ساحه شعر العرضه، واللي ينكر الكلام هذا تسلم، الله يرفع قدرك. سابقا كانت الحفلات قويه وانت كنت احد الاطراف في هذه الحفلات، كنت تجيبون يعني من 10 أبيات وفوق. لو تجيبون الحفلات أو القارعة هذه، قصدك نعيد الماضي؟ تعيدون الماضي مع شعراء الشباب، بيوقفون ولا ما بيوقفون؟
والله يا عزيزي شوف، لكل زمان دولة ورجال زي ما بيقولون. الحفلات اللي أنت تتكلم عنها في الماضي كان لها ظروفها ولها وضعها، وإحنا كنا في عز الشباب سلم شايف، وكنا في قمة التحدي، والجمهور كان مقبل على الحفلات بقوة، وليس هناك يعني قنوات يتشبعون الناس من العرض، كانوا يرحلون من منطقة إلى منطقة، كانوا جمهورنا يتابعوننا حتى في جدة وفي الرياض، يحجزون معنا ويروحون لما يسمعون الأسماء هذه وكان في تحدي حقيقي يعني، وكان لا يمكن أن يمسك الميكروفون إلا شاعر حقيقي. طيب نبغاكم تطبقونها أنتوا الحين، لا عشان نعرف الجيل الجديد هذا ما نستطيع الآن. إيش السبب؟ والله في أسباب كثيرة يعني. أولاً فأنت ما أنت مكلف أنك تحجم الناس سواء شعار، الجمهور هو المسؤول. بس بتكون فيها إثارة يا أبو سعد. في إثارات لكن صح ولا لا؟ إحنا خلاص يا أخي، هذه أنا أقول لك إنها مرحلة وانتهت. ولا يمكنكم يعني الشعراء الكبار متخوفين من ردة فعل الشباب، إنهم بيردون وبيجارونكم في هذا الحفل؟ والله شوف، مسألة متخوفين هذا أنا أعتقد ما هو أنت أكبر صحيح. من الكلام هذا ما هو صحيح، لكن قلت لك إنه وقتنا الآن يختلف عن الماضي. الشيء اللي كنا نسويه قبل 20 سنة الآن غير مقبول. في أمور الآن تحصل يمكن بعد 10 سنوات ما نستطيع أن نسويها. يعني الجمهور تغير، الأفكار تغيرت، يعني كان فيه تحدي قلت لك حقيقي. حلو. الآن صارت علاقات ومصالح وإحياء حفلات وتجديد في شعر العرضة وفيه ثقافة دارجة في هذا. الجمهور الآن ما صار جمهور متعصب، صار جمهور يعني منفتح. ممتاز. ومسفر، مهرجانات مسابقات خاصة فعلا، وين شعراء العرضة في مسابقة قبل أشهر وعدة طول عمرك تحمل اسم مؤسس الدولة قائمة عليها وزارة الثقافة والإعلام، واختاروا فنون معينة شعبية لم يكن لشعراء العرضة أو فن العرضة وجود، لماذا؟ والله السؤال ذا يوجه القائمين على المسابقة. المسابقة تحمل اسم يعني كبير وغالي علينا طبعا ما يحتاج، والفنون اللي قامت في المسابقة فنون تستاهل يعني انها يقام لها مسابقة وجوائز. بالنسبة لشعر العرضة فعلا كان في تجاهل لهذا الموروث الأصيل، وبعدين شعر العرضة احنا لما نتكلم الجنوب، المنطقة الجنوبية عندنا فمنطقة شاسعة وعدد سكان واختلاف حتى الألوان الشعبية اللي موجودة فيها وكلها تصب في 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 قالب واحد اللي هو موضوع البدع والرد والشجر. حتى احنا الحين شاعر العرضة لو يقابل شعار يعني غير شعار العرضة يبغى يعجزهم طال عمرك، احنا معنا كرت قوي نلعب فيه اللي هو شعر الشجر، ومن زي ما نعرف انه من اصعب انواع الشعر بدون انه يعني قصور في بقية الموروثات الاخرى، ولكن تجاهل فعلا غريب. والعرضة تستحق سواء من عشاقها ومن جمهورها ومن القائمين على دعمها الكثير، وايضا تحتاج اللفتة من الاشخاص اللي يعتبرون على عرش الموروث بصفه عامه. طيب ابو سعد، عرفنا ابو سعد الصائد المسيرات والابداع فيها واختيار بعض الكلمات المترادفه، هل ترتيب هذه القصائد ياخذ منك وقت وجهد يعني ابو سعد؟ انك شاعر ومعروف ما احتاج، وما هي المصلحة من أداء مثل هذه المترادفات؟ تعجيز للخصم مثلا أحيانا إذا كان بيمشي معك على سيارات، أو خروج من 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 حوار معين في العرض؟ الحقيقة أنا ما يعني زي السؤال هذا تكرر معي كثير يعني في عدة لقاءات، وأنا بدأت ترى في الموضوع هذا من بداياتي يعني من يعني كان عمري يمكن 18 سنة، وكان لي هدف يعني ما هو احنا بدأنا عدة شعراء في وقت واحد يعني أسماء كانوا في ذلك الوقت أقوى مني في الساحة يعني وأقدم مني، فكل شاعر تميز بطريقة معينة يعني، ومثل ما تعرفون أنه كانت يعني حفلات ذاك الزمان أشبه بالحروب يعني، أنت تعرف أنه مثلا في دولة بتجهز لك سلاح معين لابد أنك تجهز سلاح زي مثلا السكود والباتريوت يعني جهز الباتريوت عشان سكود. فأنا اخترت التعقيد اللفظي يعني ليست أنا أعرف أنها ليست يعني أفضل من القصائد اللي تركبها بكلمات أقوى وكذا،
لكن أنا اخترت التعقيد اللفظي من أجل أني ألفت نظر الجمهور أنه فيه عندي تخصص ما يملكه الآخر. وكانوا زملائي برضو في جوانب أخرى، كل شاعر اختار له طريقة، اللي اختار الألغاز في وقتها، اللي اختار الهجوم الهجاء، اللي اختار الشقر، يعني كنا في كفات متعادلة يعني في زمن. الآن لما أنا اخترت بعض القصائد وركبت عليها من أجل أني ألفت أنظار الجمهور أنه الشعر مجاله واسع، ما هو ليس فقط مهاترات أو ليس فتى مدح فقط، شعر العرضة ترى مجاله واسع، فيه المدح، فيه الذم، فيه التعجيز، فيه الألغاز، فيه الشقر، فيه كل أغراض الشعر موجودة في قصيدة العرضة، وفيه أغراض من أغراض قصيدة العرضة موجودة في اللغة العربية زي الجناس والسجع وحتى أنا لي أبيات في هذا الموضوع قاعد أمتدح فيها شعر العرض. فهذه من الأهداف اللي أنا أقصدها، يعني ليس الغرض أني أعجز زملائي، فهم يمتلكون من الأدوات زي ما أمتلك، لكن الغرض تميز فقط. نعم أبو مسفر تفضل. عرضة العصر هذه لاقمة موجودة، وفي ناس جمهور يشوفون ما لها داعي إقامة عرضة العصر، أحيانا يكون في مداقيل، في ضيوف جايين طال عمرك، الشاعر على الميكروفون يلقى صيته ولا حد يمه، فهمت؟ وفعلا يمكن يعزم شعراء الحفل الأربعة مثلا أو الستة الرسميين المدعوون، ويجلس من بعد العصر طال عمرك على كرسيه في المنصة ويبدون إلى مدى المغرب ما قال شيء. وش رأيك أنت في العصر؟ هل بعد في ناس مؤيدين؟ والله شوف الحفلات يعني يمكن أبو سعد برضه يفتيك في الموضوع ذا، زمان ما أنا أسمع من الشيبان عندنا يقولون ما كان فيه عرضات إلا في العصر أصلا، كانوا يقام الحفل في العصر وفي الليل، خاصة بالنسبة لنا عندنا في رجال حجر إذا في يقولون سمرة اللعب شوية طال عمرك وتوكلون على الله، هذا زمان. الحين في المنطقة الجنوبية أنا يمكن المدن اختفت أو تلاشت منها حفلات العصر يعني بشكل كبير، نادرا ما تحصل حفلة في مدينة يقام فيها خاصة خارج المنطقة الجنوبية. فعلا في إشكالية، أول شيء ترى تستهلك من الشاعر شيء كثير. الحين الشاعر لما بيحضر من العصر مثلا بيحضر من منطقة بعيدة، عرفت، يبغى له من الصباح يوصلوا أصلا تعب، ويجي في العصر. وزي ما قلت أحيانا وحين حضرنا حفلات والله نحضر في العصر طال عمرك ونجلس من العصر للمغرب ولا نقول شيء، لكن أصحاب الحفلات أحيانا ليش يجبرك أنك تحضر في العصر؟ علشان لما ينزل الإعلان ولا يقول عندي الشعار الفلاني عشان الجمهور يبقى في الليل. نعم عرفت. فأنا وجهة نظري يكون في تقنين، إذا إن صاحب الحفل خاصة ترى بعض القبائل عندنا وفي المنطقة عندنا في أحيانا تأخذ نص العصرية مداقي عرفت، ويجي بعدها قصائد نص ساعة 45 دقيقة وعاد بعدها يبدأ حفل الليل، مفروض يكون في تقنين. إذا في الشاعر بيحضر من العصر يكون حفلة العصر وحفلة الليل برضه، أنا ما تطول يعني أنها تأخذ لها 3 أو 4 ساعات، لأن الناس أصلا حضروا في العصر والحين عاد الشيلات دخلت علينا في الخط، يجيك العصر عرضه وبعد المغرب شيلات، يجي في الليل ما عاد احد يبغى يعرض، ناس تعبوا خلاص. بو مسفر ثنائيتك مع بندر الاحمري ما اللي استفاد؟ انت استفدت من بندر ولا بندر استفاد؟ والله احنا نكمل بعض، انا وابو فيصل مكملين بعض طال عمرك، بندر سبقني في المجال يعني يقصد من زمان ابو فيصل وضليع في المجال هذا، وانا بديت بعد ابو فيصل عرفت، وطلعنا ونحمد الله ونشكره يعني في قبول ان شاء الله وفي تفاهم بيننا وابو فيصل وكلنا مكملين بعض. انا ما بقول لك اني احسن من بندر او نتوجه السؤال ذا البندر ما بيقول لك انا احسن من سيد. انت ايش استفدت من بندر؟ والله استفدت من ابو فيصل الكثير يعني سواء في الشعر وخارج خلينا احنا نتكلم عن الشعر. والله استفدت يعني حضوري مع بندر يعني اصبح عند الجمهور صار كثير يترقبون حضور مثلا بندر وسعيد، صار فيه زي ما تقول نوع من ايش ثنائية بيني أنا وبندر، صار الجمهور يتقبلها. يمكن بندر له توجه في مجال معين، أنا لي توجه زي ما قال أبو سعد في مجال آخر طال عمرك وتمشي الأمور. أبو سعد هلا. مسابقة فرسان الوطن، هل أنت مقتنع بالشعراء اللي فازوا بالمسابقة؟ بكل صراحة يا أبو سعد، بغض النظر عن قناعتي بالأسماء أو يعني هم فازوا بشروط المسابقة يعني سلم، لكن طالما ان الحديث وصل عند مسابقه فرسان الوطن فهو برنامج انا اقول لك انه خدم شعراء العرضه واختصر على اسماء يعني من الشعراء، ويعني يكفي انه اقيم مسابقه لشعر العرض يعني سواء كانت حسب ما نتمنى او اقل او اكثر. طيب هل ترى انها ناجحه المسابقه؟ نعم ناجحه بكل المقاييس ناجحه. طيب دليل حضور جمهور وتفاعل جمهور
وحضور الأمير وحضور يعني رجال الأعمال والشعراء حضروا كلهم. طيب أبو سعد، الشعراء اللي فازوا ما نجدهم في الساحة حاليا، إيش السبب؟ ليس، لا بقول لك يعني المسابقة هي مسابقة ربحية زيها زي أي يعني شعراء المليون. هل فازوا الشعراء اللي أنت يعني ترى أنهم أفضل ولا كذا؟ هذه مسابقة في شعراء شاركوا هم الأول المتواجدين في الساحة. الأسماء اللي وصلوا للفوز هم شعراء حقيقيين وموجودين في الساحة، وفيه من شارك معنا مشاركتين بس بالمسابقة وأنا أعرف كشاعر أنه شاعر موهوب. مثل من؟ فيه أسماء في شعر الفرسان الوطن، فيه يعني فيه أسماء كثير والله، أنا أخشى أني أذكر اسم ويزعلون البقية، لكن فيه أسماء حضروا وأنتم تعرفون أنه أنا أعرفه، والجمهور طبعا لم يتفق على شاعر بكل تأكيد. صحيح. وحتى حنا اللجنة ما اتفقنا على شاعر، كل شخص له مرئياته، ولكن الشاعر الموهوب ظهر في المسابقة. بكلها تكرار المسابقة يا أبو سعد ولا خلاص في مرة وانتهى؟ والله هي كانت بتتكرر لكن من أجل الظروف اللي احنا نعيشها الآن وكذا تعجل الموضوع. يعني الدراسة موجودة ولا؟ موجودة والموافقة موجودة والدعم موجود، لكن يبغون يأخرونها، واحنا نتمنى، أنا الحقيقة أتمنى دائما أكرر هذا الطلب، أنه يكون هناك مسابقة بدون تصويت. بدون تصويت؟ بدون تصويت. تعطون أنت من ضمن اللجنة إن شاء الله القادمة؟ الله أعلم. أنا طبعا صار نقاش معنا كلجنة في المسابقة أنها تتكرر النسخة، لكن ممكن يتغير الرأي. شفنا في تغيرات في اللجنة ما استمرت وضعها أبو سعد. اللجنة بالعكس أضيف إلينا محمد بن حوقان وكان شاعر مجيد يعني ومكان التحكيم، وكان معنا سعد زهير، وسعد زهير إعلامي وشاعر قوي، كنت أنا عبد الواحد من البداية، ما كان في تغيير يعني. إن شاء الله نشوف لها تكرر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب أبو مسفر، السداسيات في العرض ناجحة ولا ما ناجحة؟ نادرة ما تنجح. شوف الأعداد الزوجية يمكن تنجح 2-4-6 حتى 8، لكن الأعداد الفردية هذه مشكلة، 5-7 لا 6 السداسيات أنا أقول لك أحيانا تنجح إذا اتفقوا الشعراء. اتفقوا الشعراء يعني ولا لا؟ اتفقوا فيما بينهم يعني. إيش المشكلة مثلا عندنا في العرضة نسوي زي طريقة مثلا القلطة، عرفت يعني؟ أحيانا يجي في القلطة 6-7-8 شعار، مستحيل يقوم يلعبون كلهم 6 مع بعض. أحيانا في البداية يلعبون ثنائيات صح ولا بعدين رباعيات؟ إيش المشكلة نحنا مثلا نلعب رباعيات، يقومون رباعية ويرتاحون اثنين ويقومون ما يبغون شعار؟ هذه صارت معنا ونجحت ترى. شعار العرضة ما يبغون يجلسون يعني، بالعكس أنا معزوم شاعر، بعض الناس تقول لي ارتاح، ما أخذ كسوته وما أخذ مورطة عمرك ومعزز مكرر. هذا اللي ما هو باثق من نفسه يقول لا أنا ما جيت إلا شاعر ومعزز، لا لازم أشارك. شوف اللي ما هو باثق من نفسه بيقول كلام ذا، اللي صار واثق من نفسه طال عمرك لو ما يقول عند الميكروفون طال عمرك، بعضهم لو ما يقول له قصيدة يطلعون الجمهور كلهم يرددون القصيدة هذه، عرفت؟ شاعر واثق من نفسه، وإذا اتفقوا الشعراء فيما بينهم بالعكس ما في مشكلة. أنا حضرت قبل فترة حفلة أنا أذكر كان فيها 8 شعراء، إحنا على قارعة 8 كلنا معنا واحد حلوة، معنى واحد لك معنى والله معنى واحد وطلعت ناجحة وحلوة، بس يعني أحيانا قلت لك تختلف الظروف والمعنى اللي يطرقون الشعار إذا كان في تفهمون بعضكم يا أبو مسفر، يمكن بلغتوا بعضكم أنا عشان نمشي أحيانا لا أكثر ما طبعا في سياق المحاورة بيتضح المعنى. طيب الشيلات أثرت على شعر العرضة؟ باقي لحد الآن ما في ذاك التأثير، شعر العرضة باقي الوضعها كويس إلى حد الآن، والجمهور يحب الزير ويحب العرضة أكثر من الشيلات. طيب عندنا في شيلات يا أبو سعد اللي يقع حقها زير مثلا وتختصر أو توفر على صاحب الحفلة، بعض جمهورنا جمهور العرضة في الوقت هذا يحضر علشان زير مع احترام الشعراء، صح صح، بعضهم ما يدري ايش قال الشاعر ولا ايش صار، أنا أحضر زير أبغى ألعب طول عمرك لين تنتهي العرضة وأمشي، فإذا وفر لهم واحد بشيلة طول عمرك موجود فيها إيقاع الزير هذا وفر على نفسه مبلغ 4 شعار مثلا حضور قناة الآن طال عمرك وخدم نفسه، ما تأثير فعلا من الشيلات أبو حصل تأثير بالطريقة هذه؟ والله شوف الشيلات هي دخيلة على الموروث بشكل عام، وأنا ما أيد وجودها في العلم أني أنا عملت شيلات بناء على طلب أصحاب المناسبات، لكن أنا ما أيد يعني أي حفل شعبي عرضة شعراء يقام فيها موروث وعرضة أنه يكون في شيلات، إلا إن كان في أوقات بعيدة عن وقت العرضة أو حتى يعني تكون
حتى أنه قبل شوية لما دار الحديث عن حفلات العصر وكذا، كنت أبغى أعلق على هذا الموضوع وأقول أتمنى أنها تكون الشيلات في العصر إذا كان ضروري، يعني إذا كانت من الضروريات يعني. طبعا احنا في 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 المنطقه وفي بشكل عام يعني الحفلات اللي نحيها، يسالني كثير من الاعلاميين وكثير من الناس لماذا كثير من الحفلات يعني ما تكون ناجحه، ايش الاسباب؟ السبب واضح جدا يعني، انه ما في صاحب حفل الا ما ندر يركز على مساله التنظيم، وليس هناك لجنه تنظيم، وليس هناك يعني ترتيب مسبق للفقرة هذه. أنت تعلم أي البرنامج هذا أو غيره أو أي حلقة بتقام أو حفل أو كذا، إذا لم يعد له ترتيب منظم صحيح ما راح ينال النجاح. أولا يعني في هناك من يسيء للموروث، سواء منا إحنا الشعراء أو من الجمهور، يجب أن يوقف عند حد. ثم أنه الحفل يقام في وقته، بعض الناس الآن يقول باقيم حفل ويعشي ضيوفه الساعة 12:30 في الليل، ويقول يبغى جهد من الشعراء ويبغى ناس يعرضون. يا أخي الوقت متأخر جدا، ولا أقمت حفلك في وقت مناسب، ولا أعددت أولا المكان المناسب. هذا من وجهة نظري. الأدوات الموجودة من زير إلى إذاعة إلى كذا، أسماء الشعراء لا يوجد بينهم أي تدخل، وهذه مشكلة. مشكلة إحنا الآن نبدأ في الحفل في موضوع ونبغى ننتهي بموضوع، دخل واحد أو اثنين وخرب، امدح ولا شعراء، شعراء يدخلون يخربون الحفل كله، يجي بعضهم ليس مدعو، شايف؟ لماذا لا يكون هناك لجنة توقف الناس عند حد؟ ثم أنها برضو الأشياء الدخيلة فيه دور أصحاب الحفلة، فيه ناس الآن يدخل العرضة بثوب النوم يعرض، يدخل ما هو بصاحي، هذا يكون في لجنه ينظمون الاشياء. طيب اذا ما لكم دور انت يا شعار، يعني لو تتكلم انت ميكروفون ما حد يسمع، ماني مكلف، ما حد مسامع لا لا ماني صاحب الحفله، لو يتكلم ما حد يسمع، ماني مكلف. يجي يكره على الحفله يقول ضيوفي لا تقول لهم، الاولى صاحب الحفله، انت المنبر اللي صحيح، بس انا ما واحد، انت الان هذا جاي ضيف عند الرجل هذا، ايش دخلني انا اقول لا تجي؟ الضيف يجيب ثوب النوم ولا لبس رياضي، ممكن اكيد لما تكون على شاله، ما قد تحكمها، ترى صعبه جدا ميدان العمل. لا احنا حضرنا حفلات نظمت كثير، نظمت وفي لجنة تنظيم وفيها يعني حتى على الشعراء تنظيم صحيح، ودنا الثقافة هذه توصل لأصحاب الحفلات، أتمنى يعني عشان تنجح حفلاتهم يعني، لأنه يخسر صاحب المناسبة خسارة ما هي بسيطة، ثم يموت حفل واحد ما له علاقة في الحفل، والمناظر هذه اللي نشوفها فعلا تكون لها جدا مسيئة. أبو مسفر سام طال عمره، بس حفلة تنوم هالمشهورة مع الشاعر سعيد بن هضبان وأبو سعد أنت وبندر، هل كنتم متعمدين انها تطلع بهذه الصوره انت وبندر؟ الاثاره يعني، الاثاره وتصادمكم مع الشعار الكبار يعني كي تبرزون على الساحه. والله احنا المصادمات في كل حفله يعني، ما بس الحفله دي مشهوره، وبالنسبه لابو سعد وابو جميع فهم عمالقه واساتذه ورموز وسبقونا، احنا كنا من جماهيرهم ولا زلنا الى حد الان. سلام. فصدامنا مع طبعا مع سعيد ومع صالح اسماء كبيره، وحن ذاك الوقت في بدايتنا، وأنا أعتبر دائماً أقول الكلمة دي، وأنا أعتبر نفسي باقي في البدايات ما فيها كلام، فبرضه هذا أكيد من صالحنا، لكن التعمد والله ما في أي تعمد أبداً نهائياً. طيب أبو سعد نبغاك طول عمرك، أو ما راح تدعم أنت أبو سعد اسم شاعر كبير، إيش راح دعمك يكون القناة والساحة الحين خصت قناة رابعة للموروث، موروث العرض الجنوبية فقط مثل أخواتها القنوات الثانية، راح نحصل دعم من شعرانا وجمهورنا المتذوقين؟ في شيء أبغى أذكره من بداية الحلقة عن قناة الساحة، شعراء العرضة من أوائل من دعموا قناة الساحة لما كانت في البدايات، وكانوا يجونا إلى بيوتنا ودعمناهم في الحفلات، ولكنهم لما اتجهوا للألوان الأخرى نسيوا شعر العرض، وهذا ما أخذ عليهم، أنا أقولها بكل صراحة. لكن الآن رجعوا وصاروا يهتمون بموروث الجنوب، فما عندنا مانع، أي شيء يخدم الموروث الجنوبي والشعراء في المنطقة الجنوبية لأنهم شعراء حقيقيين وهم يعرفون كذلك، احنا مستعدين بأي شيء يخدم الموروث بغض النظر. القناة
ممكن انها يعني عندها برامج اخرى عندها كذا، لكن اي شيء يخدم الموظف الجنوبي احنا مستعدين. بيض الله وجهك وسعد. ابو مسفر تفضل نسمع قصيده. قصيده طيب، يعني في نفس الموضوع اللي تحدثت فيه. تفضل لك لك حريه الاختيار اذا سمح لي ابو سعد بالرد. لا 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 طيب طيب يا لا 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 يا ابو سعد ظلت عصات العتم عوجا وشقرا. ابو سعد ظلت عصات العتم عوجا وشقرا تطاولت فيها يدينا العبث بقصاص عايب مصيرها ليام تاجيل انا باخبار واعلام قد كنت اقول اهل القناصه لهم صيدات وامثال واليوم اشوف ان الخلا ضاق من في الساحه عرضه ظن ما عد فيه ديره صيود البر ما جتها. لا 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 ديره صيود البر ما جتها. لا 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 طيب طيب قصيدة الأرض بها وازن ومعاني وشقرة والشعراء جدوا محاريفها بقصاص عايب موروث شعر الشجر موجود من قدام الإعلام جمهورنا ما يسمع إلا حكم وامثال وامثال والحين من يوم انفتح في قناة الساحة عرضه كل يتابع والقنوات تعيد برمجتها. سلام عليك. لا كل يتابع والقنوات تعيد برمجتها. بيض الله وجهك صحة ألسنتكم. هذه تتكلم عن قصيدة العرضة على وضعها الصحي. يا سلام. توجيه ورد. يعطيكم العافيه. بيض الله وجهكم ولا غريب عليك. ابو سعد الحين بنيت علاقات مع شعراء الشباب انت. نعم. اما لتوجيههم فهمت من سعد صدرك طول عمرك تحتوي الجميع او طول عمرك انت نظرك طول عمرك شايف حضورهم متكرر وشعراءنا القدامى طول عمرك نشوف حضورهم قل. فانت يمكن ربطت علاقتك معهم لحضور أو انا ما ربطت. انا اتعامل مع الشخص باخلاقياته وبموهبته. أنا أقول لك إنه إذا جاك الشاعر عنده موهبة وعنده يعني أخلاق وعنده في شعراء عندهم أخلاق مواهب لكن ما عنده أخلاق ما عارف كيف يتعامل مع الجمهور ولا عارف كيف يتعامل مع الزملاء. يا سلام. يعني يقول قصيدة ثنتين نفخ زوره ولا تقول بقنبلة موقوتة. متواجدين في الساحة؟ متواجدين كثير. يا أخي رحم الله امرئ عرق قدر نفسه. أولا يا عزيزي أنت إذا عندك موهبة يجب أنك تنميها بالشكل اللي يرضي الجميع. حلو. ما هو تجي تصنع لك مشكلة مع الناس تجي على المنصة وتقوم تسب هذا وتشتم هذا عشان تصير شاعر كبير. هذا موضوع احنا دائما نتحدث فيه. عندك موهبة انا ما اختلف معك في شعراء عندهم مواهب لكن انا اكد لك انهم راح ينتهون قريب جدا يعني لانه ما اخذ الناس كلهم عدو. لا التعامل هو نص. انت الان لن تقبل الجمهور لن يقبل الا شاعر خلوق بالعربي يعني ما يقبل شاعر يسيء للقبيله يسيء للشاعر يسيء هذا يطلع الناس من طورها. انا اقول لك انه هذا هذه نقطه مهمه للشاعر الشباب الشعراء الشباب يجب يكون عنده ذوق يكون عنده اختيار الفاظ ممتازه يكون عنده احترام للشاعر اللي قدامه احترام للقبيله احترام للمكان اللي هو فيه. ما هو اني انا شاعر اسيء للناس كلهم. لا في اغلب المحاورات اللي كنت مع الشعراء الشباب يلاحظ عليك الزعل والغضب في بعض الحفلات. ايش السبب في حفلات كثيره يعني. والله شوف انا اذكر لك ذكرنا لك حفلات. انا ماني الوحيد اللي يزعل ويغضب. سلم. كل انسان يزعل ويغضب سواء كان كبير سن او ربما انه شيء زعلني من الجمهور او من الشاعر او كذا ازعل يبين فيه زعل. وفي من الشعراء من قلبه يحترق نار ويضحك هذا الشيء ما استطيع له يبين عليه الغضب. صح انت فهذه تختلف من شخص الى اخر.
ممتاز. طيب ومسفر لو فيه العربون وش مصير العربون إذا أعطي للشاعر قبل 7 شهور 6 شهور وألغيت الحفلة، إيش يكون رد من الشعراء؟ والله شوف على حسب الظرف والسبب في إلغاء الحفلة، عرفت؟ يعني أحيانا صاحب الحفل لا قدر الله يصير عندهم حالة وفاة، عرفت؟ أنا أتكلم عن نفسي من الناس اللي إذا حالة وفاة رجعت العربون، حتى لو جاني ارتباطات غيرها وكنسلت وبقيت ذاك اليوم ما عندي حفلة أرجع العربون، لأن هذه حالة إنسانية وشيء لا يفيد صاحب الحفل ولا يفيد الشاعر. بعض أصحاب الحفلات لظرف ما ونادرا ما تحصل، يعني خطط الحفلة وجاء قبلها حسب لها حسبة كذا طال عمرك لأي ظرف قال والله بكنسل الحفلة، وأنا في نفس الموعد مثلا ارتبطت معك في موعد، عرفت؟ وجاني عدة حفلات وكنسلتها ما أخذت لأني مرتبط معك بكلام. وبعضهم بعض أصحاب الحفلات أنا أقول بعضهم وصارت معنا يجي قبل الحفلة بيوم طال عمرك حتى يرسل لك رسالة، حتى ما لما عزمك في البداية كلمك وكذا والوضع وبعضهم يلزم عليك تكفى، ويوم إذا جاء وقت أنه كنسل الحفل لأي ظرف كان أنا أقول إذا ما هو بظرف وفاة أرسل رسالة قال ترى حفلتنا تكنسلت. طيب أنا يعني من شهرين ثلاثة شهور مرتبط معك وكنسلت حفلات ويجي ذاك اليوم طال عمرك أنا أبقى فاضي وفي الأخير ظرف يعني بسيط جدا ما يستحق أنك تلغي الحفلة علشانه. طيب. فأقول من ذاك يعني ممكن العربون كذا يحق للشاعر طبعا أكيد أنه يأخذه. طيب كلمة أخيرة منك وكلمة أخيرة من أبو سعد في نهاية لقاءنا، الله لا يهينكم. جالي ما يهون عند أبو سعد. لا لا بعدك. بيض الله وجيهكم وبداية موفقة، ولا القناة دي والله فرحنا بافتتاحها عبر قنوات الساحة، ونتمنى أنها تقدم لشاعر العرض الشيء اللي يستحقه، وحنا لكم منا والله الدعم وأكبر دليل حضورنا الليلة وجودي مع أبو سعد، هذا والله من تقدير وغلا وحبنا على قناة الساحة وللموروث، ونبغى نقدم شيء. لا أنت ولا غريب. بيض الله وجيهكم. لا أنت ولا أبو سعد. ووجهك يا أبو مسر. الحقيقة قناة الساحة من القنوات المحبوبة عندنا من البداية يعني، وإحنا يعني نتابع جميع برامج قنوات الساحة، وطالما أنه يخص شعر العرضة فإحنا متواجدين وداعمين، وإذا كان هناك من بعض آراء يعني ليست نصائح أن تكون القنوات تركز على الشعراء الحقيقيين، هذه وجهة نظر عشان ينقلون الموروث بشكل صحيح. الأمر الثاني أتمنى من الإعلاميين عندما يعملون مثل هذه اللقاءات أو كذا أن يكون بعيد عن إثارة الحزازيات بين الشعراء أو بين الجمهور أو كذا، لأنه كل شاعر يتبع جمهور. القناة الحقيقة هي منبر إعلامي مهم للموروث الجنوبي، وإذا ما تعاوننا إحنا معها فمعناته إحنا أهملنا موروثنا. فالله يوفق الجميع وتمنى لكم التوفيق، وأنتم أبدعتم في طرح الأسئلة وأبدعتم في اللقاء، والله يوفق الجميع وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله وبيض الله وجيهكم، شاكرين لكم قبول الدعوة وحضوركم وتشريفكم في هذه الليلة. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، ضيوف جدد إن شاء الله قادمين في حلقة قادمة، إلى ذلك الوقت في أمان الكريم. يا متابع قناة الساحة اخذ الحدث من مصدره واستمتع مع نجوم العرض على الشجر والبدع والرب، الفرد في وعدها والصفوف اشعلت ميدانها، الفرد في وعدها والصفوف اشعلت ميدانها. الساحة واهلها من طبعهم دايما متميزين، اعتنوا بالفنون وكل موروث حطوا له مكان، خصصوا له قنوات تغطي